احنا مش ده الصوابع ومن دبي دول بتاع كاشين عشرة ديال الدقائق كما قلنا مقسمة على جوج ولا على ثلاثة، يعني أنه عندكم اللي تختاروا تقسموا على جوج ولا على ثلاثة، والكرونو كرونو خدام في السريع غادي يديروا بطاقة المسألة هذه بالنسبة له تفادي. ألوغ عندكم عشرة دقائق لكل واحد منكم، لكم أنت الطائر كيف ستدبران يا ممكن تسلم جوج دقائق، وإلى بعدك إذا رأيت أنك استوفيت حجتك وتترك لزميلك قد يتكلم أربع دقائق ستفر. ولكن عشرة دقائق لا تطالي صافي؟ إذا بالنسبة للجنة سي عندنا سي هشام العباس وسي حال بن صغير السلام عليكم، تحية طيبة للجميع. قبل الحديث عن العمل الجمعوي سنتطرق إلى دلالة المجتمع المدني أولا، فهذا الأخير يحيل إلى ذلك الوسيط الذي يوازن الدولة ويقيد تأثيرها المباشر على الأفراد. وعلى حد تعبير هيجل في فلسفة الحق، فالمجتمع المدني هو الذي يمثل الحيز الأخلاقي والاجتماعي الواقع بين العائلة والدولة. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في تعريف المجتمع المدني على أنه مجموعة المنظمات الاجتماعية التي يشكلها المواطنون طوعاً للنهوض بالأهداف أو المصالح المشتركة، ويشمل ذلك المنظمات المستقلة لبحوث السياسة العامة ومنظمات الدعوة والمنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان وتكرس الديمقراطية، والمنظمات الإنسانية والمؤسسات والصناديق الخاصة والجمعيات والشركات غير الربحية دون أن يشمل الأحزاب السياسية. في هذا الصدد يعد المجتمع المدني مجتمعاً تطوعياً بامتياز، إذ ليس مناط الربح المادي والذاتي وإنما الانخراط دون إكراه أو إجبار للفرد المواطن داخل مؤسسة منضوية تحت لواء مجتمع مدني يتجاوز خدمة أعضائه في غالب الأحيان إلى خدمة المواطنين أو خدمة الإنسانية جمعاء سواء على المستوى المحلي أو الوطني أو الدولي أو العالمي، بحيث المنظمات والمؤسسات المدنية تعمل كوسيط يحمل مشاغل المواطنين إلى الدولة كجهاز يصنع قرارات مصيرية تهم الفرد المنتمي إليها وتمثله داخليا وخارجيا. ولو أن القانون 51/17 يتحدث عن مفهوم آخر وهو الأطفال في قضية خاصة، الدستور يتحدث عن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، هناك تفاوت حول بالنسبة للمفهوم، ولكن وثائق أخرى قرار الوزارة 47/19 يتحدث عن الأطفال في قضية إعاقة. بطبيعة الحال تحدث عن الأطفال في ذات إعاقة منتقل من منظور واحد المقاربة كانت سابقة هي إحسانية وصحية وتربية مقاربة طبية تربيط الإعاقة بشخص، بينما الانتقال مشير آخر حول نسبة الإعاقة في المغرب، بحث وطني حول الإعاقة قامت به وزارة الأسرة والتضامن يتحدث عن معدل 6.8% كمعدل الإعاقة على المستوى الوطني، يبدو أن هذا المؤشر لا يعكس الحجم حينما رقميا أو عدديا نتحدث عن قرابة 3 ملايين شخص في وضعية إعاقة، وبرقم آخر كل أسرة من 4 أسر لديها طفل في وضعية إعاقة. هناك معدل آخر على مستوى دولي ولكن بمؤشرات أخرى، منظمة الصحة العالمية تتحدث عن 15% كمعدل الإعاقة في العالم، ولكن هي تدرج كذلك الأشخاص بالنفسي للسوجي عاجي يدرجون كذلك في هذه الفئة،
أو التعريف الذي اعتمدته منظمة الصحة الصحية. احتياجاتي اليومية واحتياجات أسرتي، لقد سئمت من العيش بدون عمل، لقد سئمت من كل مرة أذهب إلى 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 أبي وأخبره بأنني أحتاج إلى 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 مصروف جيبي. وكان هذا القول له دلالات ومعاني كبيرة جدا على نوع المعاناة التي يعاني منها الشباب اليوم بدون البحث عن فرص عمل. بالإضافة إلى ذلك هو أن البنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمغرب في السياق المغربي أقصد تحتم فعلا على البحث عن فرص عمل ملائمة. لكن هذه المسألة فرص عمل ملائمة هي لا تقتصر فقط عن الشباب الذين يعانون من البطالة، بل كذلك ترتبط بالشباب الذين يزاولون وظائف ومهام محددة. أعطيك مثال، في الوقت الراهن نجد بأن مجموعة من الموظفين كذلك من الموظفين في التعليم أنهم يفكرون في فرص عمل أفضل، ذلك ناتج عن كون أن المهام أو الوظائف التي يزاولونها هي غير كافية أو لا تستجيب لاحتياجاتهم اليومية أو تطلعاتهم الحياتية. مسائل نظرية وتبني هذا القول تبني على عدد إنشاء الجمعيات في المغرب. فعلا إنشاء الجمعيات في المغرب هو في تزايد، لكن حال النظر إلى الواقع تجد الجمعية الواحدة فيها شخصين أو ثلاث أشخاص غير فاعلة، لكن هي في القانون موجودة، في أرض الواقع غير موجودة. هذا من جهة. الجهة الثانية كفاعل جمعوي داخل الجمعية الاجتماعية بدون ذكر الأسماء لم يريد المنصب أن أذكرها، نجد صعوبة في إيجاد الشخص الملائم الذي يفي بغرض معين. بتمامه أقول أننا نجد ربما 10% من المطلوب الذي نطلبه في الشخص، 10% فقط. بخلاف الموضوع الذي نحن بصدده هو يتحدث عن الشباب، وكما أخبرنا في الإعلان تلك الألف واللام في الشباب هي تفيد في اللغة العربية تفيد الاستغراق، ربما يكون موضوعك لبعض الشباب، اهتمام بعض الشباب بالمسائل الجمعوية والعمل الجمعوي عموما. لكن هذا اللفظ الشباب الذي فيه الألف واللام التي تفيد الاستغراق بمعنى إن نقصنا من المسألة نقول هو أغلبية الشباب. في نظري أغلبية الشباب الآن مهتم بالعمل بفهم الدين وبالتراث. لماذا؟ هو هذا الانفتاح على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا الانفتاح العالم الآخر الذي أصبحنا الآن نرى الكثير من القنوات الحاد، قنوات ضرب الدين. الشباب في جهة أخرى في جهة مقابلة أصبح مهتما بفهم الدين وفهم تراثه.